بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم الإلكتروني المجاني أن ترحب بكم في المحاضرة 10 من دورة الإعداد لامتحان محترف إدارة المشروعات. في البداية بس نحب نعمل فوتنج على الصوت، عشان لو ما كانش الصوت واصل نغير الجهاز. لو الصوت واصل كويس اوبشن 1، لو الصوت فيه مشكلة اوبشن 2. طيب يبقى الصوت ان شاء الله عز وجل الصوت واصل. نتوكل على الله ونبدأ المحاضرة ان شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. احب في البداية ابشركم بان احنا الجزء الصعب عديناه، على عكس ما ناس كتير قوي هتقولك وناس كتير معتقدة ان اللي فاضل هو اللي صعب. لا، اللي فاضل هو اللي سهل، وده هنشوفه كمان ابتداء من النهاردة، خلاص، من خلال سرعة الرتم ومن خلال حتى الداتا اللي انت هتاخدها. تمام، نقدر نقول ان احنا يعني زي ما تقولوا كده عدينا الجزء اللي محتاج مننا ان احنا نرمي اساسات زي ما بيقولوا. اللي جاي كله ان شاء الله مبني على اللي فات. احنا النهارده في المحاضرة العاشرة، لو تفتكروا احنا دايما كنا بنقول ان احنا لازم نبتدي محاضرتنا نفتكر الشكل اللي هو بيلخص لنا كل إدارة المشروعات: plan do act check act. طيب احنا المرة اللي فاتت كنا وقفنا كنا بنشوف بقى الطرق اللي نقدر نعمل بيها الاسكيدوال التكنيكس الموجودة عندنا. الحاجات دي اغلبها معروف بالنسبه لكتير منكم، وخاصه اللي شغال في مجال الكونستراكشن وبالذات الناس اللي شغاله كبروجرامنج. اول حاجه نتكلم عليها النهارده هي الاسكيدوال كومبريشن، وهو اللفظ مستخدم بهذه الصوره في البيمبوك. طيب انت عندك سكتين تعمل بيهم كومبريشن للاسكيدوال، باينه من معناها انت عايز تقلل الديوريشن بتاعتك، خلاص. يا اما تعمل حاجه بنسميها كراشنج، خلاص. يعني ايه كراشنج؟ يعني هتزود ريسورسز تؤدي الى تقليل مده النشاط، خلاص. يبقى انت كده قللت المده وحققت في وقت قليل. يا اما هتستخدم تكنيك اخر بنسميه فاست تراك. فاست تراكنج ان انت تشغل الاكتيفيتيز ان بارالل، تمام. طيب بيقول لك ان من افضل الرولز، بس دي مش رولز، يعني دي استنباطات من الناس، يعني ما تاخدهاش قاعده، انك لما تيجي تعمل فاست تراكنج تعمل فاست تراكنج بعد ما يكون الاكتيفيتي الاولاني عدى منه في حدود التلت، بس دي مش قاعده. طيب حد بقى يقدر يقول لنا، يكتب لنا السكيدول كومبريشن تكنيكس اللي احنا اتكلمنا عليهم هم ايه؟ محدش متابع؟ احنا اتكلمنا على اسلوبين، محدش بيكتب، يعني مهندس احمد جلال بدأ يكتب اهو. كراشنج وفاست تراك، تمام، الناس متابعه. طيب ايه التكنيك التاني اللي قالك عليه بعد كده؟ قالك وات اف سيناريوز. وات اف سيناريوز باينه من اسمها، يعني انا بعمل السكيدول بتاعي وببتدي اشوف الاحتمالات. واشهر تطبيق في هذا الموضوع حاجه بنسميها مونت كارلو اناليسيز. ومونت كارلو اناليسيز دوت هتلاقوا له منتج من منتجات شركه اوراكل بريمافيرا بيعمل هذا الاناليسيز، ولما تجربه على بروجكت الاكتيفيتيز بتاعته كتيره، مثلا فوق ال 10,000 حاجات كده، هتبقى سعيد جدا بالنتائج.
لانه بيبتدي يحلل لك، بيطلع لك انت بيطلع لك يعني بالظبط الموست لايكلي ديوريشن خلاص، وبيطلع لك انت فين بالظبط بلس اور ماينس، وبيقول لك المشروع ده اقل مده ممكن يتنفذ فيها كذا واطول مده ممكن يتنفذ فيها كذا بناء على الفاكتورز اللي انت مدخلها. خدنا بالنا؟ يبقى اذا لو جالنا يقول لنا مونت كارلو اناليسيس عرفنا هو بيستخدم في ايه. طيب التكنيك اللي بعد كده ريسورس ليفلنج. الريسورس ليفلنج من الاسم كده انت اللي بيحصل الاتي، هل ينفع النهارده ناخدها كده على العمال عشان ناخدها مثال يبقى واضح، هل ينفع النهارده اقول الصبح البروجكت دوت النهارده محتاجين فيه 1000 عامل وتاني يوم اقول محتاجين فيه 10 وتالت يوم اقول لا ده انا عايز تاني ال1000؟ هل ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. تمام، انك العماله والكلام ده كله دي ريسورسز خلاص، مش هتجيب ال1000 عامل وبعدين تاني يوم تقول لهم امشوا مش عاوزكم وبعدين تالت يوم تقول لهم لا تعالوا تاني. تمام، يبقى انت محتاج تعمل ايه في الحته دي؟ ليفلنج للريسورسز. ما تقوليش يوم عايز 1000 ويوم عايز 10 ويوم عايز 20 ويوم عايز 1000، لا، يبقى في الريسورسز بتاعتك تبقى متناسبه معاك وانت ماشي في الايه في المشروع. وكمان الاستخدام بتاعها، ما تجيش تقول لي ان انت هتقول لي ان انا مثلا عايز المعده دي النهارده اشغلها 20 ساعه وبكره ما اشغلهاش وبعده عايز اشغلها 20 ساعه وبعد بعد بكره ما اشغلهاش، الكلام ده ما فيهوش ايه اورجنايزيشن مظبوط. فانت الريسورس ليفلنج بتاخد الريسورسز بتاعتك بحيث تعمل ماتشنج للريسورسز بتاعتك مع احتياجات الايه المشروع، الاثنين يمشوا سوا. طيب ندخل بقى على التكنيك اللي بعد كده كريتيكال باث ميثود، وهي يعني اشهر من الايه من النار على العالم زي ما بيقولوا كده للكثيرين من الموجودين. طيب اتكلمنا قبل كده احنا على الكريتيكال باث ميثود في لما كنا في المحاضرتين اللي فاتوا، تمام، وقلنا يعني ايه بروجكت سكيدول نتورك دايجرام. ممكن الناس يكتبوا لي النوعين اللي قلناهم، احنا قلنا نوعين من البروجكت سكيدول نتورك دايجرامز، الزملاء اللي موجودين يكتبوا لنا النوعين اللي قلناهم. تمام، اكتيفيتي اون نود واكتيفيتي اون ارو، اللي هي البريسيدنس دايجرام دايجرامينج ميثود اللي هي البي دي ام، او الارو دايجرامينج ميثود اللي هي بتديني ايه اكتيفيتي اون نود. واتكلمنا عن النتورك باس، اتكلمنا على الكريتيكال باس، اتكلمنا عن ايه كريتيكال اكتيفيتي، اتكلمنا يعني ايه فلوت ويعني ايه سلاك، اتكلمنا على الريليشن شيبس الايرلي ستارت، اتكلمنا على الفينش تو فينش ستارت تو ستارت، والاربع انواع من الاكتيفيتيز. طيب في حته صغيره ما قلنالهاش، قلنا ما قلنالكوش على حاجه اسمها فورورد باس وباكورد باس. الفورورد باس ان انت بتاخد الاكتيفيتي النتورك بتاعتك كانك ماشي من البدايه للنهايه، تمام، وبتطبق على الايرلي ستارت والايرلي فينش. الباك فورورد انت بتاخد الليت ستارت والليت فينش خلاص، بتشتغل على الحاجه الايه الكريتيكال تماما وانت بتعمل الاناليسيس بتاعك. طيب ايه بقى الكريتيكال تشين دي؟ ما سمعناش عليها. قال لك الكريتيكال تشين دي ما تفكرش فيها كتير، هي كريتيكال باث ميثود، ولكن احنا بنسميها ريسورس كونستريند كريتيكال باث. حد ممكن يكتب لي اللي احنا قلناه دلوقتي ان هي ريسورس كونستريند كريتيكال باث، ما تنساهاش، اصلا مش حاجه جديده، الناس بتعتقد ان الكريتيكال باث ميثود حاجه والكريتيكال تشين حاجه، لا، هي هما الاثنين يكادوا يكون واحد خلاص. طيب الكريتيكال تشين ميثود احنا قلنا عليها ايه بقى؟ قلنا عليها ريسورس كونستريند كريتيكال باث. طيب حد يكتب لنا اول حرف من كل كلمه.
ار سي سي بي. عايزين ناس كده نشوف الناس مصحصحين معانا ولا الناس لسه النهارده لسه الناس ما فطرتش. تمام. طيب قال لك ايه هي الطريقه بتاعه الكريتيكال تشين او اللي بيسموها الطريقه الايه الحرجه. خلاص قال لك هي عباره عن اسلوب للتحليل البرنامج الزمني او الجدول الزمني زيه زي الكريتيكال باث ميثود بالظبط. خلاص ولكن بستخدم فيها توفر الموارد بتاعتي، يعني بشوف الريسورسز بتاعتي متوفره ايه امتى. تمام. وبدخل الايه الفاكتور بتاع الريسورسز وتوفرها عندي عليها. تمام. طيب الحاجه الثانيه قال لك هنا بقى ما تكلمنيش على فلوت ولا سلاك، هنا هتلاقي حاجه اسمها ايه بفر. تمام. حد نكتبها لكم. هنا بنتكلم على ايه يا جماعه؟ بنتكلم على حاجه اسمها بافر. قال لك طيب ايه البافر ده هوت؟ خلاص قال لك ده انا بحطه ان هو حاجه ريزيرف ليا. خلاص زيه اشبه بالفلوت. خلاص بس اسمه بافر. طيب بحسبه للبروجكت ككل. خلاص تمام. بيديني نتيجه كده شبيهه بالايه بالتوتال فلوت، بس في الحاله دي بسميها البروجكت بافر. هسميها ايه؟ البروجكت بافر. ما يعني عشان ما انتهش اعتبر نفسك احنا بنتكلم على الكريتيكال باث بيسود عادي خالص، بس خدنا الاسكيتول ودخلنا عليه تاثير الافيلابيلتي بتاعت الريسورسز، ما عملناش اكتر من كده. تمام. وحسبنا القصه بتاعتنا عادي خالص، وبعدين جينا حطينا التاثيرات بتاعت الريسورسز بتاعتي افيلابل امتى مش افيلابل امتى. طيب قال لك كمان طيب افرض انت في الـ في الـ في المسار ده خلاص في حاجات ما هيش على الكريتيكال بس ليها كده كده ريسورسز، قال لك دي هتعمل لها لينك بنسميها فيدنج بافر. يبقى الفيدنج بافر لو جالك ما هوش ما بيبقاش يعني اول حاجه هتخطر في ذهنك ان هو يبقى موجود على الكريتيكال باث، لا الفيدنج بافر مش على الكريتيكال باث. تمام. فيدنج بافر للاكتيفيتيز اللي مش ظاهره لي على الكريتيكال باث. تمام كده اهوت. طيب يبقى اذا بدل ما كنت بعمل مانجمنت للتوتال فلوت في الكريتيكال باث ميثود، في الكريتيكال تشين ميثود هعمل مانجنج للريمينينج بافر ديوريشنز. خلاص بحيث انه لايه بقى؟ لان انت ريمينينج بافر ديوريشنز سواء البروجكت بافر او الفيدنج بافرز. الفيدنج البروجكت بافرز لو فيها مشكله ما انت كده كده هتاثر على الريسورس بتاعتك وهتتاخر. طيب لو الفيدنج بافرز فيها مشكله، ما الفيدنج بافرز دي فيها مشكله معناها ايه؟ معناها انك لما تاكل الفيدنج بافرز الاكتيفيتيز اللي عليها فيدنج بافرز هتدخل معاك على الكريتيكال تشين، يبقى هتضطر تعمل تاني حساباتك وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. البافر هو ريزيرف، هي ديوريشن ريزيرف، انا مشروعي المفروض اخلصه على 10 اشهر، ففي الكريتيكال تشين نطلعه يخلص على 11 شهر. الشهر اللي فاضل ده اسمه ايه؟ ده اسمه البروجكت بافر. تمام كده المهندس محمد عدلي. بس هي باختصار شديد هي زيها زي بص زيها زي الكريتيكال باث ميثود بالظبط. خلاص مفيش فروقات كتير، الفرق الوحيد انك دخلت الريسورسز كفاكتور معاك افيلابيلتي فيها، وانك هنا بتبانج الموضوع على الريسورسز. الريسورسز هي هنا اللي حاكماك. تمام. زي كده لو الزملاء يفتكروا
زمان لما جم يدرسونا السكيدولز قال لك في حاجه اسمها ريسورس دريفن سكيدول وتايم دريفن سكيدول. تايم دريفن سكيدول انت شغال انت التايم اللي حاكمك، وانت شغال بقى الفرضيه بتاعتك ان الريسورسز بتاعتك وقت ما هتعوزها هتلاقيها. خلاص الريسورس دريفن سكيدول، لا انت مش شغال على كده. او الريسورس دريفن سكيدول ده يسمع في مين على طول؟ في الكريتيكال تشين. لو انت حبيت توجد علاقه اقول لك لا، انت ليك ريسورسز محدوده ليميتد بتشتغل بيها، يبقى لازم تاخدها في الايه في الاعتبار. تمام. احنا في جزئيه ان احنا البافر ده بالظبط انت واخده زي ما قلنا احتياطي، ممكن يجي في الامتحان يقول لك عليه الكونتينجنسي بافر. خلاص يقول لك كونتينجنسي بافر. طيب واللي بتستهلكه من الكونتينجنسي بافر اثناء المشروع، يعني مثلا كنت بادئ المشروع عندك ايه البافر شهر، عدى مثلا 6 اشهر من المشروع، تيجي تحسب بقى الكونتينجنسي بافر بتاعك فاضل فيه قد ايه، تلقى فيه فاضل 15 يوم. يبقى انت بقى عندك حاجه اسمها بنسميها بافر بنتريشن. بافر بنتريشن خلينا ايه نكتبها، يعني انت كلت بقى من البفر ده قد ايه، اخترقته بقد ايه. اهو تمام. البفر بنتريشن ده يعني ايه بقى؟ يعني انت كان عندك شهر خلاص من اول المشروع، ده الكونتنجنسي بفر بتاعك. جينا بعد ما عدى 5 6 اشهر من المشروع لقينا فاضل لنا في البفر 20 يوم، يبقى البفر بنتريشن كام في المية؟ حد يكتب لنا؟ لا انا قلت كان عندنا شهر وعملنا تاني بعد الابديت والكلام ده لقينا فاضل لنا في البفر 20 يوم، يبقى البفر بنتريشن كام؟ اللي قال 33% اجابة صح. انت فاضل لك 20، يبقى اكلت قد ايه من البفر بتاعك؟ استهلكت قد ايه؟ استهلكت 33% بالظبط، يبقى البافر بنتريشن 33%. تمام. طيب البافر بنتريشن ممكن تلاقي له الفاظ كتير، ممكن يقول لك عليه بافر كونسامشن، ممكن تقول يقول لك عليه بيرن ريت. خدت بالك كل دي اسامي يقدر يطلقها لك على البفر. الزملاء بس هنا عشان احنا كان لينا وقفة، لان هنا المفروض ان احنا نتكلم بقى بالتفصيل على ازاي تقعد تحسب الاكتيفيتيز والكريتيكال باس والكلام دوت، بس ده انا شايف ان اغلبنا هنا عارفه وهياخد مننا وقت، فانا بس نشوف الزملاء اللي ما اشتغلش كريتيكال، اللي ما اشتغلش قبل كده بالبريسيدنس دايجرام ميثود يكتب لنا واحد. الصوت بيقطع يا باشمهندس هنغير الجهاز، لو الصوت بيقطع هنغير الجهاز. المهندس غنيم والمهندس محمد عدل. طيب انا هقول لكم على حاجه كويسه عشان الموضوع دوت نتابعكم فيه. طيب لا طيب خلاص اللي عارف عارف يا جماعه خلاص، لكن اللي مش عارف يعني مثلا اعتقد ان اكتر من، طب خلينا نعمل فوتنج مين اللي اشتغل بالبي دي ام قبل كده ومش محتاج ان احنا نقعد نحسب فيها لانها تاخد وقت طويل واحنا متاخرين في الكورس. انا ممكن ادي للناس اللي معرفوش يعني معرفوش الموضوع دوت القصه دي لوحدهم ونديهم عليها مسائل ونتابعهم فيها. اللي عارف في موضوع البريسيدنت دايجرام ميثود وحل عليها مسائل بايده قبل كده يختار اوبشن واحد، واللي مش ما عملش عليها حاجه قبل كده خالص يختار لنا اوبشن 2. انتوا عارفين الاول البريسيدنس دايجرامينج ميثود هي ايه؟ معقول؟ يعني الناس ما حدش اشتغل سكيدول قبل كده؟ يا جماعه انتوا وصلكم السؤال صح؟
طيب الصوت بس الاول اهم حاجة. لا انا شايف، انا حاسس ولا وصلكم غلط بصراحة. احنا بنقول اللي ما اشتغلش قبل كده على الدياجرامينج وانه يحسب الكريتيكال باس بايده يختار اوبشن 2، واللي اشتغل يختار اوبشن 1. الاسم انا بتكلم على انك تحسب سكيدول كريتيكال باث. حد حسب الكريتيكال باث قبل كده بايديه مانيوال يختار لنا اوبشن 1، اللي ما حسبش غير الاوبشن لو انت كنت مختار غلط. اللي اشتغل سكيدول قبل كده بايده وحسب الكريتيكال باث بايده يختار اوبشن 1، ما اشتغلش الكريتيكال باث بايده يختار اوبشن 2. لا يختار الاوبشن. اعمل لكم تاني بابلش لو انتم مش عارفين اعمل لكم تاني بابلش ليه للفوتنج وتعملوا لنا فوتنج عليه. اهو تاني بنقول اللي اشتغل قبل كده وحسب كريتيكال باث بايده خلاص يختار اوبشن 1، اللي ما حسبش قبل كده كريتيكال باث بايده يختار اوبشن 2. طيب ده احنا 5-5. طب ده عايز محاضرة لوحده. انا هقول لكم على حل ظريف عشان ما ناخدش فيه وقت كتير، واحنا بس عايزين ايه نلحق نخلص الكورس زي ما قلنا في الميعاد. هبعت لكم، بس بلاش ابعت لكم دي عشان كل مرة بقول لكم هبعت لكم ما بيحصلش ان انا ابعت لكم. ادخلوا على الموقع بتاع بي اللي هو البي ام رود تريب، خلاص هتلاقوا شابتر 7 خلاص، هتقروا المسائل اللي هي موجودة فيه تمام. لو نزلته من الفايل البي دي اف هتبقى صفحة نزل شابتر 7 من الفايلات البي دي اف من البي ام رود تريب، هتلاقي صفحة 167 تمام. بس هتشتغلها وهتلاقي الموضوع ايه، مش يعني لو لقيته صعب عليك هناخد فيه محاضرة لوحده. مش صعب يا جماعة، انا شايف ان احنا مفيش داعي نضيع فيه وقت، لان هكتب لكم البي ام رود تريب. اوكي وهو ده اللي احنا بنشرح منه على فكرة، احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا يعني. شابتر 6 انا اسف، شابتر 6 طيب إيه انتم هتقروه خلاص الجزء دوت، وهتلاقوا ان انتم تقدروا تشتغلوا عليه بسهوله ان شاء الله عز وجل. إيه وهناخد فيه بقى بدل ما نقعد نشرحه دلوقتي وهتبقى هنضيع وقت فيه كتير جدا لو الناس اول مره تسمع عليه، لان هيبقى فيه تساؤلات كتير والناس هيبقى فيه حاجات الناس مش هتبقى مقتنعه بيها ونتائج هتبقى مش مقتنعه بيها، فهنضيع محاضره النهارده بس في الحته دي. الحته دي عليها مساله او مسالتين في الامتحان. اقرا بس الموضوع من الصفحتين دول وهناخد عليها مسائل كتير خلاص ان شاء الله عز وجل. طيب طب احنا كل ده كنا بنتكلم في ايه بقى لو انتوا فاكرين؟ كنا بنتكلم في ديفلوب الايه؟ السكيدول، واللي هي عباره عن بروسيس من البروسيسز اللي انا بعملها ايه عشان اعمل البروجكت بلاننج بتاعي. ما ننساش بقى قبل ما نديفلوب السكيدول نسمع الكلمتين اللي قالهم السيد سكوت في كتاب الايه ذا ارت اوف بروجكت مانجمنت. قال لك السكيدول ده بيديك عقد ما بين كل واحد في التيم خلاص، والعقد ده بيولد لك قوه خلاص نفسيه للفريق، لانك لو سبتهم كده ان شاء الله المشروع يا جماعه المشروع الاربع سنين وسكتنا هتلاقي الناس ايه مش متابعين معاك. انا بس احب اسال المهندسه اسمهان معانا كانت بتقول الصوت بيقطع، هل الصوت لسه بيقطع؟ طيب خير ان شاء الله. طيب ندخل بقى على الديفلوب ايه
سكيدول. البروسيس بتاعتنا زي ما هي قدامنا كده، تمام. شوف بس التكبير، فين زر التكبير؟ مش عارف، هو تقريبا الروم بس فيها مشكلة ان احنا نكبر لكم. عامة انا هنقول لكم الموجود. احنا عندنا 3 صناديق زي ما اتعودنا، صندوق الانبوت، صندوق التولز والتكنيكس، وصندوق الايه اللي بطلع فيه الاوتبوتس، والخلاط اللي هو العملية اللي انا بعملها اللي هي ديفولب ايه سكيدول. طيب هندخله ايه بقى للديفولب سكيدول؟ ما احنا اتكلمنا، هندخله الاكتيفيتي ليست، هندخله الاكتيفيتي اتريبيوتس، هندخله البروجكت سكيدول نتورك دياجرام، هندخل الاكتيفيتي ريسورسز ريكويرمنتس، هندخل الريسورس كالندر، هندخل الاكتيفيتي دوريشن استيميت، هندخل البروجكت سكوب ستيتمنت، هندخل الانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز، هندخل الايه الاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس. كام واحده دول هندخلهم؟ 9 حاجات. نقولهم تاني وكلهم باللوجيك. انت عايز تعمل السكيدول يبقى عايز تعرف الاكتيفيتي ليست فين. طيب الاكتيفيتي ليست كفايه؟ لا، قلنا لا، ده في حاجه اسمها اكتيفيتي اتريبيوتس بتوضح لي ايه القصه يعني، وحاجات ما بتبقاش موجوده في الاكتيفيتي ليست. طيب هتشتغل بايه؟ هشتغل بالبروجكت سكيدول، بالبروجكت سكيدول نتورك دايجرامز. طيب انت محتاج ايه ريسورسز؟ يبقى انا محتاج الاكتيفيتي ريسورسز ريكويرمنتس، خلاص ما بناء عليها بتحدد الديوريشن لو انتوا فاكرين. محتاج ايه كمان؟ قال لي لا، ده انا محتاج كمان الايه الريسورسز كالندرز. ليه؟ عشان اعرف الاكتيفيتيز متاحه امتى ومش متاحه امتى وانا بعمل السكيدول. طيب محتاج ايه تاني عشان تعمل السكيدول يا سيدي؟ قال لك محتاج الاكتيفيتي ديوريشن استيميت عشان اعمل الديفلوبمنت، عملت استيميت للديوريشن بتاع كل اكتيفيتي. طيب ايه تاني محتاجه؟ قال لك لا، ده انا عايز اعرف ايه اللي في السكوب وايه اللي في السكوب وانا بعمل السكيدول. فقال لك تديني البروجكت سكوب بايه؟ ستيتمنت. طيب وبعدين هروح اشتغل كده مني لدماغي بال7 حاجات دول خلاص ولا ما هي الشريحه دي اللي احنا بنتكلم عليها يا باشمهندس محمد مولى او السيد مولى، هي دي الشريحه دي فيها كل الكلام دوت خلاص. بس الناس تنتبه، المره دي احنا يعني مستخدمين تكنيك مختلف شويه عن المرات اللي فاتت. المرات اللي فاتت احنا كنا بنكتب لكم الكلام كتير قوي خلاص، وانا لاحظت ان انتوا يعني معرفش هل كده افضل ولا التاني افضل، لاحظت ان انا لما الكلام كتير قوي بيبقى مكتوب في الشرائح المعروضه انتوا بتتوهوا، يعني بيحصل نسبه من عدم التركيز. يعني لو كده اوكي الناس تقول لنا كده اوكي، وكده كده الكلام اللي احنا بنقوله مكتوب في الكتاب اللي هو موجود على الانترنت. تمام. طيب احنا بسرعه بقى، قال لك ايه؟ بتدخل لي انبوتس مين؟ اكتيفيتي ليست، اكتيفيتي اتريبيوتس، بروجكت سكيدول نت، بروجكت سكيدول نت ورك دايجرامز. بتقول لي الاكتيفيتي ريسورسز ريكويرمنت بتاعتي ايه؟ بتقول لي الريسورس كالندرز بتاعك امتى الريسورسز دي متاحه وامتى مش متاحه. وطب الاكتيفيتي ديوريشن استيميت بتاعي بتاع ايه؟ كل اكتيفيتي كان قد ايه؟ طيب البروجكت ستيت ستيتمنت، البروجكت سكوب ستيتمنت ليه؟ قال لك لان دي فيها الاسامبشنز والكونسترينتس اللي على الاكتيفيتي دوريشنز اللي بيدخل اصلا بيدخلوا فاكتور فيها خلاص، وفيها كمان الميجرابل جولز والاوبجكتيف بتاعك انا عايز احقق ايه. خدت بالك؟ تمام. ولو تفتكروا احنا قلنا قبل كده بيبقى من جوه منها كمان الحاجات اللي كانت في العقد، فبيبقى فيها كل الحاجات اللي انت بتدور عليها. مش بس كده، دي فيها كمان المايلستونز والريسك والكوست. خدت بالك؟ فكل القصص دي انت عايزها وانت بتعمل سكيدول. تمام. فيبقى لازم تروح تاخد البروجكت سكوب ايه ستيتمنت. طيب الانتربرايز انفايرمنتال ايه فاكتور خلاص، قال لك دي الحاجات اللي هي ايه ايه السكيدول ابلكيشنز المستخدمه عندي تمام في الشركه دي. والاورجنايزيشنال بروسيس اسيت طول عمرنا قلنا عليها ايه الليسون ليرند والنولج بيس بتاعت الشركه دي. ممكن تلاقي بيرفورمانس داتا من مشروع قديم تنفعك وانت بتعمل ديفلوبنج سكيدول خلاص، ممكن تلاقي سكيدول قديم
خدت بالك لنفس المشروع مماثل ينفعك؟ خدت بالك؟ طيب كده خلصنا الانبوتس، ناخد التولز والتكنيك. التولز والتكنيك بقى اللي انت تستخدمهم عشان تديفلوب سكيدول سريعا ايه هي؟ اللي هي سكيدول نتورك اناليسيس، الكريتيكال باث ميثودز، الكريتيكال تشين ميثود، الريسورس ليفلنج، الوات اف سيناريو، الابلاينج ليدز اند دراج، السكيدول كومبريشن، والسكيدولنج ايه؟ تولز. طيب بالراحه كده عشان قلناهم بسرعه. السكيدول نتورك اناليسيس اخدناه تمام، الكريتيكال باث ميثود اتكلمنا عليها، الكريتيكال تشين ميثود اتكلمنا عليها، الريسورس ليفلنج لسه قايلينها في اول المحاضره، الوات اف سيناريوز اللي هو مونت كارلو اشهره، اشهر حاجه فيه اللي هو مونت كارلو اناليسيس اتكلمنا عليه، ابلاينج ليدز اند لاجز، حد يفكرنا كده بالليدز واللاجز الفرق بينهم؟ صح، ماينس اند بلس فلوتس تمام، اللاج فلوت تمام، الليد بتساوي نيجاتيف لاد لاج صح، بتديني ان انا ابتدي الاكتيفيتي اتحايل على الفينش تو ستارت والقصه دي. طيب واتكلمنا على السكيدول كومبريشن وشفنا الفاست تراكنج وشفنا الكراشنج. طيب السكيدولنج تولز بقى كمان معاك اللي هي ايه؟ والله انت ممكن يكون عندك بريمافيرا تستخدمها، يكون عندك سوفت وير تاني، دي السكيدولز ايه؟ السكيدولنج تولز ده التولز بتاعتك تكنيكس، ايه الادوات اللي انت بتشتغل بيها عشان تديفولب هذا السكيدول؟ خدت بالك؟ طيب انت خلاص عملت ديفولبنج للسكيدول بتاعك، طيب هيطلع لك ايه بقى من الحكايه دي؟ هيطلع لك اول حاجه بروجكت بيز لاين، سوري هيطلع لك بروجكت سكيدول. لا انا توقف بس دقيقه، اذان الاول صلاه الجمعه، استاذنكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. طيب هيطلع لك قلنا الأوتبوتس بتاعتك من القصة دي بقى، هيطلع لك السكيدول بروجكت سكيدول. طيب البروجكت سكيدول خده كده امضيه بقى واعتمده، خليه ابروفد، يتحول لإيه؟ للسكيدول بيز لاين. يبقى أنت طلعت بروجكت سكيدول وطلعت إيه؟ سكيدول بيز لاين. طيب وهيطلع لك كمان ايه؟ السكيدول داتا. قلنا ما قلنا لازم يبقى في شيرنج للانفورميشن، ما تعملش انت سكيدول كده وكان في كونسترينز وكان في سبورتنج انفورميشن جمعتها من كذا حته، خدت بالك؟ وازاي جبت المايلستونز بتاعتك والقصص والاسامبشنز بتاعتك اللي انت عملتها، كل دي لازم تبقى سبورتنج دوكيمنت للسكيدول اللي انت بتقدمه، يبقى دي اسمها سكيدول ايه؟ داتا. طيب لما تطلع القصه دي بالطبيعي كده باللوجيك لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل ابديت بقى للبروجكت دوكيمنتس، لان انت في الـ في الـ في الـ في الـ طلعت حاجه جديده ممكن طلع منها نتائج هتسمع في كذا حته في البروجكت، يبقى المخرج الرابع ليك الاوتبوتس الرابع هو بروجكت دوكيمنتس دوكيمنت ابديت. ايه رايكم؟ كنت انا صح النهارده لما قلت لكم ان احنا عدينا المرحله الصعبه؟ حد شايف في الكلام اللي قلناه النهارده حاجه يعني اصعب من اللي فات؟
لا لسه نتكلم على الكوست، ما تقلقش باشمهندس محمد عادل، ما تقلقش. يعني انا اعتقد ان احنا بدأنا بقى في المراحل السهلة، هيقولوا لك الريسك جاية وصعبة، وهيقولوا لك الكواليتي جاية وصعبة، احنا ان شاء الله هنشوفها ازاي ان هي سهلة. طيب انا هسأل سؤال وتجاوبوني عليه، كام واحد معانا هنا ما قدمش لسه ورقه للبي ام اي على الشهادة وناوي يقدم، عشان هنقول له على طريقة كويسة وبسيطة جدا هتسهل له الامور في التقديم وينجز ذلك. انا هنعمل الاجابة اللي لسه محتاج هيقدم ورقه عشان للامتحان للبي ام اي، خلاص يختار واحد، واللي خلاص القصة بتاعت الموضوع ده هو قدم ورقه اوريدي يختار اتنين. طيب يعني اغلبنا لسه هيقدم ورقه. طيب انا هقول لكم على حاجة سريعة، ما فيش غير بس واحد بس يوزر هو اللي قدم خلاص. طيب بصوا يا جماعة، دلوقتي احنا قلنا لكم في اول الكورس احنا بنحاول ان احنا نشوف مركز معتمد نجيب له اعتماد البي ام اي، خلاص الوقت دوت هياخد وقت، وانت لما عبال ما تقدم للبي ام اي هتاخد وقت كذلك، خلاص احنا لسه ما وصلناش للموضوع ده، لكن هناك طريقة هتدخل السايت بتاع البي ام اي، خلاص احنا ندل لكم على الطريقة وانتوا تروحوا تدوروا براحتكم، خلاص هتدخل على سايت البي ام اي خلاص، وتدور فيه على الابروفد ريبريزنتاتيف، خلاص موجودة لستة يمكن فيها ايه ارقام تتعدى الالوف يعني، خلاص وروح دور على اللي بيدوا امتحان، خلاص بيدي لك ال 35 فيديو ديستانس ليرنينج، خلاص واختار الدول اللي فرق العملة يكون في صالحك زي الهند، خلاص وانا هقول لك نتيجة الايه الريسيرش، لكن مش هقول لك الموقع اسمه ايه ولا المكان اسمه ايه، لان احنا ما بنعملش دعاية لحد، لكن احنا قلنا لك روح اعمل ريسيرش جوه البي ام اي جوه البروفايدر بتوع السيرفيس، هتلاقي ان الامتحان ال 35 بي دي يو تقدر تجيب الشهادة بتاعتهم تقريبا بالمبلغ دوت من على احد المواقع الموجودة داخل البي ام اي، من داخل البي ام اي نفسه، خلاص هتلاقي اعمل سيرش هتوصل لمواقع بتديك الكوست دي ويمكن اقل عشان تجيب الايه تاخد الشهادة بتاعت ال 35 ساعة المعتمدين، خلاص الناس معايا؟ هتلاقي حاجات في الرينج دوت، هتلاقي مواقع في الرينج ده، خلاص وانتوا لو اتحدتوا مثلا مع بعضيكوا حد فيكوا يشوف لو لقى موقع من المواقع دي يبقى يديه للساده الزملاء، وممكن تعملوا كونتاكت معاهم على ان انتوا مجموعه مثلا ولا حاجه وتحولوا ال 30 دولار دي ال 50 دولار دي ل 30 دولار ولا حاجه زي كده، خلاص الزملاء معايا؟ الاقتراح ده كويس هناخد فوتنج عليه. اللي شايف الاقتراح ده كويس اظن ما يعني خلينا نتحدث بعدين. طيب نفسر بقى نقطة صغيرة هنا عشان ايه برضو الموضوع دوت ما يتفسرش غلط. انت هتروح ان شاء الله عز وجل هتلاقي مواقع بتديك الكوست دي وتاخد الشهادة ال 35 ساعة، خلاص مش معنى كده ان احنا الموقع بيعمل مثلا ضد الناس اللي بتدي بتكلفة اعلى او خلافه، لا بالعكس احنا دورنا زي ما قلنا شيرنج للانفورميشن، والله دخلنا على البي ام اي ولقينا مواقع بتقدم السيرفيس دي وهتديك ال 35 ساعة خلاص بكوست تقريبا لا تتعدى هذه الكوست، خلاص اللي هي لا يمكن هتلاقيها خالص في الـ في الـ في, الـ في السوق يعني، خلاص واحنا لم ندلك على الموقع، انت روح داخل البي ام اي، البي ام اي ده موقع عام تقدر تدخله اي حد يدخله ويعمل سيرش على الابروفد بروفايدرز لحد ما تلاقي حد يديك دي. التركه هنا دور على الابروفد بروفايدرز في الدول اللي هي فرق العمله في صالحك زي الهند على الاخص، زائد
دور على اللي هيدي لك الامتحان ده زي ديستانس ليرنينج كده بس، وما تروحش تاخده، انتظر لما تشوف زمايلك في المحاضرة اللي جاية، خلاص ننتظر واحد منكم انتم يوصل للزملاء النتيجة ويجيب لهم الايه. هتمتحن عن لا هيديك امتحان ال 35 ساعة، مش هيديك امتحان البي ام اي، انت هتمتحن عشان تاخد ال 35 ساعة في دي يو، ده عشان البي دي يوز بتاعتك، عشان البي دي يوز تقدمها ابروفد. خلاص ايوه، هتخش على البي ام اي دوت اورج، هتخش تدور في الابروفد البروفايدرز، وتخش هتلاقي في البي ام اي في اوبشنز بيقول لك عايزه اللي بيديك الكورس في المكان، ولا اللي بيدي امتحان، ولا اللي بيدي ديستانس ليرنينج، ولا اللي بيدي ايه. دور في القصه دي واختار دول بقى، الهند، اندونيسيا، اي دول من فرق العمله في صالحك، هتلاقي الموضوع كله لا يتعدى الايه ال 50 دولار. احنا لقينا مواقع كده لكن ما نقدرش نعلن اساميها. سيد الفاضل، ال 35 ساعة يعني من خلال الخبرات السابقة في العمل، انا شخصيا ما بنصحكش، خلاص، لان لو ورقك اتعمل عليه اوديت كنترول في البي ام اي هتواجه مشاكل لما تبعت لهم الاوراق، خلاص. فانت ايه تاخد بتخش المواقع دي بتدي لك امتحان، بتدي لك الكورس كمان، يمكن في بعضها بيدي الكورس بس بتبقى مدته ليميتد قوي، بيقول لك انا بديك في السيرفيس دي لمده شهر، انت ما يهمكش السيرفيس دي ومدي لك شهر ولا شهرين، انت في الاخر عاوز هتمتحن عنده امتحان او هتعمل فولو اب لكورس معين عشان تاخد البي دي يوز بتاعتك، قدمها من دلوقتي للبي ام اي عشان خاطر لما نخلص كورسنا على اخر 8 ان شاء الله عز وجل، وانت لسه طازه وعارف الدنيا وحالل ومتابع معانا، تدخل على طول في الامتحان. عايزين لو كان الكورس ده بيحضره 13 واحد، عايزين 13 بي ام بي. لا لا لا، ما عندناش اختبار، لا المشمهندس انت فهمتني غلط، اختبارنا احنا الدارين لسه ما خدناش اعتماد البي ام اي، احنا لسه مش ابروفد ريبريزنتاتيف، فشهادتنا ممكن البي ام اي ما يعترفلكش بيها، خدت بالك؟ فهمتني؟ بس فانت عشان تقدم ورقك من دلوقتي، انا بقول لك يعني مش سر، انت ممكن تقدم ورقك من دلوقتي واحنا لسه ما خلصناش الكورس، تقدمه للبي ام اي عن طريق ان انت خش على اي موقع من دول، هتلاقيه مجرد ان انت بتقعد تسمع شويه حاجات كده اهوت كام ساعه خلاص، وفي بعض المواقع للاسف سواء سمعت او ما سمعتش هتلاقيه مجرد ما بتدخل تحل سؤالين يروح مديك الشهاده، خلاص تمام. دي بقى مهمتكم انتوا، خلاص دي مهمتكم، احنا ما نقدرش نقول لكم اسامي المواقع اللي بتعمل السيرفيس دي ايه، مهمتكم انتوا تعملوا السيرش ده على البي ام اي وتوصلوا له، خلاص. البي ام اي موقع عام وليس ايه موقع خاص وما فيهوش دعايه، لكن لو اعطيناكم اسم سايت بعينه ما نقدرش، ضد سياسه الموقع، خلاص. انت تروح تدور في البي ام اي وهتلاقي ان شاء الله عز وجل، اللي يلاقيه فيكوا بقى يبقى يقولوا لزمايله بس، والخبره بتاعتنا الاكسبيرينس بتاعتنا بتقول لكم لما تلاقوا مواقع زي كده وعايزين تاخدوا عليها امتحان او تاخدوا عليها حاجه ما تروحوش تاخدوا انديفيدوالز، جمعوا بعضيكم وواحد منكم يراسل هذا الموقع خلاص او المواقع دي ويقول له احنا جروب من 5 من 3 من 4 من 6، انت عامل اعلان على الفيس بتاعتك على الموقع ب 50 دولار، لا انت عامل لنا ديسكاونت، احنا هناخد احنا هندخل 5 او 10 او ايا كان، اعمل ديسكاونت وصله ان شاء الله توصله ل 30 دولار، ده توقعي الشخصي يعني، خدت بالك؟ بس هتبقى انت كده خدت ال 35 دي ديوز من غير ما ندخل في مشاكل كثيره حاليا، تمام. خلاص النقطه دي وضحت يا جماعه، بس عشان نفوتها بقى، خلاص كده حد عنده لبس فيها؟ طيب حد مبسوط مننا، حد زعلان مننا ان احنا قلنا لكم الكلام ده؟ لا، ما نقدرش نرتبه عن طريق الاكاديميه، انتوا رتبوه بقى مع بعضيكم خلاص. انا ممكن نقدر نسمح بيه ان اللي هيعمل فيكم السيرش ويوصل لحاجه هيقول للزملاء هنا الموقع اللي انا وصلت له كذا، ويبقى يشوف كام واحد فيهم عاوزين ايه يلاقوا خلاص. خلاص لا، ما اللي هيجيب الموقع يا جماعه هيكتبه هنا، هيكتبه في الكلاس روم اللي جايه، خلاص احنا هنسمح بكده
خلاص ده efforts بتاع student و student بتعمل تبادل مع بعضيها. خلاص الموقع ملوش دخل في الموضوع. خلاص هنسمح لكم ان انتوا تكتبوا الايه اسم اللي انتوا توصلوا له او الريسيرش او النتيجه هنا اهوت، ودي حاجه انتوا يعتبر ستودنتس ايه اكتيفيتيز. خلاص خلاص اللي هيلاقي فيه كل سايتس دي ويوصل لها ويعمل كونتاكت بيها ويوصل ان هو حتى لو هو حاطط ال 50 على الموقع تقول له لا انا عايزهم 30 واحنا جروب من 10 من 15 ايا كان، خلاص يبقى خير وبركه. يجي يقول لزمايله هنا انا وصلت للنتيجه ديت. تمام؟ طيب زعلانين مننا؟ مبسوطين مننا؟ عايزين نشوف على القصه دي. هناخد فوتنج. مبسوطين يدولنا اوبشن واحد، زعلانين مننا؟ حد زعلان يدولنا اوبشن اتنين. تمام كده؟ خلاص هناك بقى المواقع دي غالبا هتدي لك شهادة. خلاص احنا هنا بقى ان شاء الله عز وجل هندي لك ازاي تعدي في الامتحان. خلاص وازاي تبقى فعلا ان شاء الله بروجكت مانجر بمعنى الكلمة. خلاص فتبقى ايه نلت ايه الحسنيين في موضوع البروجكت مانجمنت ده وبسرعة. خلاص يا جماعة وعايزين الناس تذاكر. عايزين نقول ان الدورة بتاعت ملتقى الدارين دي كان فيها 13 كان فيها 12 خلصوا الكورس دخلوا الامتحان البي ام بي كلهم نجحوا كلهم خدوها. خلاص وعايزين نحطها كده على السايت، يعني اما تاخدوا البي ام بي ان شاء الله تدونا الارقام اللي خدتوا بيها الرقم بتاعكم، نقول الرقم فلان والرقم فلان والرقم فلان كانوا بيتابعوا معانا الدوره. خلاص ندخل بقى على البروجكت مانجمنت كوست عشان المفروض نخلصها هي كمان النهارده عشان طولنا في الحته دي شويه. اللي كام ساعة اخش بقى على الشروط؟ والله ما يعني خش على الشروط يا باشمهندسة. ولما تيجي تملى الاستمارات يا جماعة عايزين سيشن نملى فيها الاستمارة سوا، نعمل لكم سيشن هنفتح البي ام اي الويب سايت ونملى مع بعض لو انتوا عاوزين. خلاص ونقول لكم ازاي تملوا بحيث الورق بتاعك ما يحصلش فيه مشكلة ويتعمل عليه اوديتنج او حاجة زي كده. خلاص دي ما فيهاش مشكلة خالص. ماشي؟ ماشي. انت عندك في البروجكت كوست مانجمنت بقى ايه؟ خلي بالك احنا بنتكلم دلوقتي، واحد يقول لي انت يا باشمهندس فوتت الكنترول سكيدول، هقول لك لا انا ما باخدش كنترول دلوقتي، احنا شغالين على البلاننج زي ما قلنا، احنا مش شغالين زي الكتاب. خلاص؟ طيب البروجكت كوست مانجمنت عباره عن حاجتين عندك هتعملهم في البلاننج، استيميت الكوست وديترمن الايه؟ البادجت بتاعك. واحد يقول لي يعني ايه استيميت الكوست؟ ويعني ايه الديترمن البادجت بتاعي؟ خلاص اقول لك استيميت الكوست، انت هتجيب تبتدي تحسب كوست لكل اكتيفيتي على حده. طيب الديترمن بادجت عايز تاخد الكوست دي بقى تحولها لابروفد بروجكت بادجت. الكوست اللي انت حسبتها دي اسامبشنز وحاجات ومش عارف ايه، طب احنا عايزينها بقى تتحول لحاجه ابروفد بقى، حاجه نشتغلوا ايه عليها، يبقى تروح تعملها ابروفد. بقت اول ما تعملها ابروفد بقت ايه معاك الدنيا كانها بادجت. خلاص كانك عملت ديترمن للبادجت. زي كل حاجه ماليها بلان عندك هنا كوست مانجمنت بلان. تمام عندنا هنا كوست مانجمنت ايه بلان. خلاص عندنا هنا حاجة اسمها الكوست مانجمنت بلان اللي هي جزء من البروجكت مانجمنت بلان، واللي بتدي لك بقى دليل لكل البروسيسز المتعلقة بالايه؟ بالكوست. خلاص؟ ازاي هتخطط للكوست؟ ازاي هتعمل استيميشن للكوست؟ ازاي هتنظم الكوست بتاعتك؟ ازاي هتعمل ريبورتنج على الكوست؟ ازاي هتعمل فوركاستنج للكوست؟ ازاي هتعمل مانجمنت للكوست؟ خلاص؟ يعني تدي الموضوعات اللي بتغطي كل ما يتعلق بالكوست. ازاي هتتمانج الكوست اكاونتس، ازاي الكلام ده كله، هي دي ايه الكوست مانجمنت بلان بتاعتك. طيب يعني ايه بقى استيميت كوست؟ استيميت كوست قال لك هو عباره عن كوانتيتيف اسيسمنت للايه للتكلفه المتوقعه، الايه الاقرب للايه للصحة او للدقة. طيب العملية دي هتحتاج منك ايه بقى وانت بتعمل استيميت للكوست؟
محتاجه منك السكيدول والداتا اللي كانت مع السكيدول، عشان كان في باشمهندس بيقول لي احنا ما دخلناش حساب الكوست في السكيدول. قلت له استنى علينا شويه خلاص، والريسورسز بتاعتك والبيزس اللي انت عملت عليها الاستيميت والسكوب ستيتمنت والدبليو بي اس، شوف كل اللي خدناه اللي فات ده كله هتجيبه بقى وانت بتحسب الكوست، والدبليو بي اس ديكشنري خدت بالك، والديليفرابلز والكونسترينتس بتاعتك والاسامبشنز خلاص، وفوق دول وفوق دول الهيومن ريسورسز بلان اللي هنشوفها في الهيومن ريسورسز خلاص، وايضا الريسك ريجستر اللي اتكلمنا عليه قبل كده خدت بالك. كل ده انت محتاجه عشان تطلع الايه الاستيميت بتاعك بتاع الكوست. يا جماعه احنا شايفين ان العمليه مربوطه ببعضها ازاي، المواضيع مش 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 كل موضوع منفصل خلاص. يبقى ادي الاستيميت بتاع الكوست، ديفلوب استيميتد كوست فور ايتش سكيدول اكتيفيتي، ديترمينال بادجت انك بتعمل اجريجيشن بقى للاكتيفيتي كوست تحولها لايه الابروفد بروجكت ايه بادجت، الكنترول كوست خلاص بتعمل مونيتورنج اند ايه كنترول للكوست، وده مش هنتكلم عليه دلوقتي لان احنا بنتكلم على البلاننج بتاع البروجكت لسه. احنا ماشيين، احنا مديرين مشاريع، ماشيين زي ما مديرين مشاريع هتتصرف. احنا ما بندرسش دلوقتي ايه علم، احنا بندرس علم وبنطبقه تمام. ادي الاستيميت كوست اللي اتكلمنا عليها اهي، اهو ادي الحاجات اللي انت محتاجها من السكوبز لاين، بتجيب مين الثلاثه اللي هم بيشكلوه الدبليو بي اس خلاص، والدبليو بي ايه الدكشنري والبروجكت سكوب ستمنت والانتربرايز انفيرومنتال فاكتورز اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس اهيت، والبروجكت سكيدول للداتا بتاعته، والهيومن ريسورسز بلان. خليني انتم ممكن تكونوا مش شايفين، خليني نشاور لكم بالماوس. ادي ادي هنا ادي السكوب بيز لاين، ادي الانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز، ادي الريسك ريجستر داخل معاك تمام، ادي الهيومن ريسورسز بلان، ادي البروجكت سكيدول والاورجنايزيشنال ايه بروسيس اسيتس. شايفين القصه دي معانا ازاي؟ طيب يبقى دول اللي بيدخلوا معاك في الاستيميت عشان تعمل استيميت للكوست. تقريبا لمينا كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده. طيب عندك بقى الكوست، قال لك الكوست انواع، عندك التايبس اوف كوست، دايركت كوست، اندايركت كوست، فاريبل كوست، فيكسد كوست. الدايركت كوست يعني ما تتوهش نفسك كتير، هي الحاجه اللي بتدخل في البرودكت يعني الحاجه الجهد، او سواء كانت ماده خلاص المواد او المعدات. اتفضل يا شمس غنيم انت خارج ال طيب، حتى تبقى تشوف التسجيل بقى كمان، ابقى اشوف التسجيل معلش، مش هنقدر نقفل المحاضره لان احنا متاخرين قوي وعايزين الزملاء ان شاء الله نلحق باذن الله. الامارات كان الله في عونك، تقبل الله منا ومنك. احنا كمان نص ساعه وهنقفل او اقل من نص ساعه، عشان برضو احنا الصلاه هتيجي ميعادها في الرياض ان شاء الله. طيب التايبس اوف كوست ما تفكرش بقى كتير، الدايركت كوست شوف اي حاجه بتدخل في المنتج النهائي كإفورت او ماده او اي مثلا معدات انت استخدمتها، دي دايركت كوست خلاص، زي ما بنقول عليها كده ايه الكوست على باب المشروع. خدت بالك على باب المشروع فين؟ على باب السايت. يعني انت لو ليك مكاتب بتاعت الاداره بتاعت المشروع مثلا، زي ما المهندسين قاعدين في المكاتب والاستشاري والناس ديت والتخديم عليهم، كل القصه دي ما بقتش في الدايركت بتاعك، باب المشروع اللي هو باب الموقع. خدت بالك الدايركت كوست بتاعتك هتلاقيها تنتهي عند باب الموقع كده خلاص. اول ما تلاقي نفسك طلعت للمكاتب بتاعت الاداره والقصص دي، اعرف ان انت في الاندايركت خلاص تمام كده، مش محتاجه تفكير كتير. الفاريبل والفيكسد في حاجات بتبقى اوريدي هي فيكسد في طبيعتها ككوست خلاص، زي ايه؟ زي انت اشتريت مكان اشتريت مثلا شقه او عماره للمشروع او حاجه زي كده، فدي خلاص اتحولت لكوست فيكسد خلاص، مش فاريبل على مده المشروع، انت دفعتها وخلص الموضوع. او ايجار ثابت بتدفعه، خدت بالك ده فيكسد كوست بالنسبه لك خلاص. الفاريبل بقى لا، النهارده خلي بالك
الماده الفلانيه او التكلفه الترانسبورتيشن بقى مثلا النهارده بتتكلف قرش زي مثلا ما يوازي مثلا قول 20 سنت طن كيلو متر، فلا ده كمان يومين البنزين هيغلى هتتكلف 30 ايه سنت على طن كيلو متر او متر مكعب كيلو متر خلاص. فيبقى اذا ديت الفاريبل كوست بتاعتك تمام. طيب الفاكتورز اللي بتاثر عليك في الكوست ايه؟ خليك معانا. قال لك الريسك بتاثر عليك، قال لك التوتال كوست اوف اونر شيب تكلفه الامتلاك، وبعدين الكوست في ايه؟ الكوست اوف كواليتي. ده ترم اول مره نسمعه وترم اعتقد ما بيخلوش ان شاء الله منه الامتحان. الكوست اوف كواليتي خلاص. الكوست اوف كواليتي لازم نحط في دماغنا ان اولا الريسك معروفه ازاي هتاثر على الكوست. كل ما يكون عندك كونتنجنسي وانت عمال تحط ارقام عاليه للكونتنجنسي ما انت الكوست بتاعتك بتعلى، الانون بتاعك كتير كوستك بتعلى. التوتال كوست اوف اونر شيب تكلفه الامتلاك الشيء خدت بالك متعلقه بايه بقى هنا؟ لو جات لك ممكن يسميها لك ان هي اللايف سايكل كوست خدت بالك. يعني مثلا الناس لما بتيجي تحسب الكوست ما تحسبش البرودكت بتاعك وخلصنا، لا ده اللايف سايكل بتاعت البروجكت خلاص، تشوفه تكلفته قد ايه كبرودكت وانت بتحسبه خلاص، بتكلفه المينتيننس بتاعته بالسبورت بالكلام ده كله. طيب الكوست اوف كواليتي يا جماعه ليست كل ما هو جود كواليتي هو اكسبنسيف، لا بالعكس. احيانا الكوست اوف كواليتي لو انت عندك بور كواليتي الكوست اوف كواليتي تبقى عاليه جدا، لانك هتعمل شغل وهتكسره، هتعمل شغل وهتعيده، الري ورك بتاعك هيبقى ايه عالي. الماركت بليس كونديشن اهوت الظروف المحيطه بيك في السوق، في انفليشن عالي في البلد اللي انت شغال فيها ولا لا، البلاد اللي اشتغل فيكم مثلا في بلاد غرب افريقيا خلاص عندهم حاجه اسمها الفرنك سيفا. الفرنك سيفا ده النهارده الواحد دولار بيوازي 800 فرنك سيفا او 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 ما يوازي كده. تيجي في وقت تبص تلاقي الواحد دولار بيوازي 600 فرنك سيفا، في وقت تاني 700 فرنك سيفا. دنيا مش مربوطه يعني، عمله صعبه جدا الفرنك سيفا دي، تاثر عليك وانت بتدرس البروجكت خدت بالك، لانك جايب خامات من بره دافع ثمنها بالدولار، بينما انت قابض في الدولة دي بالفرنك سيفا وبيحولوا لك تاني الفرنك سيفا للدولار عشان تطلع تعرف تاخد فلوسك منها خدت بالك. فبس متخيلين التغير في ثمن العملة قد ايه؟ من 600 من دولار بيساوي 600 فرنك سيفا لدولار مثلا بيساوي 800 فرنك سيفا او العكس. انت بتتكلم في 20%، بتتكلم في اكتر من 20%. يخسر اجدع مشروع، ده مش خسر مشروع، ده انت تقفل الشركة لو المشروع كبير خدت بالك. ده يدلك على انك وانت بتعمل الكوست كمان هنجي لك لحاجه اسمها الهيستوريكال داتا، لازم تدرس الدنيا كويس تبقى عارف انت رايح فين، بتحط رجلك فين. طيب الاستيميتنج ميثودز بقى. طيب الاستيميتنج انا هتعمله استيميتنج ازاي؟ الله يقول لك بالاكسبرت جادجمنت. في واحد كده تخش عليه تقول له احنا عندنا مشروع مستشفى 1000 سرير، يقول لك يا ابني تكلفتها كذا على طول، هو في دماغه تكلفة السرير كذا، خلص الموضوع. عندنا مش عارف جامعة كذا طالب، يقول لك هي تكلفتها هتطلع كذا، لا شاف الرسومات ولا شاف حاجة، اكسبرت جادجمنت وشغال. طيب في ده أول واحد أهو الاكسبرت جادجمنت قلناه تمام. في مين تاني معانا بقى؟ معانا الانالوجس استيميتنج تمام، اللي هو قلنا عليه ايه بقى؟ قلنا عليه ان انا بشوف حاجه مشابهه تمام وابتدي ايه اقيس عليها، والله ده كان في مشروع البند ده كلفني كذا، اخد منه وابتدي ايه اشتغل. وفي بقى البارامتريك استيميشن اللي هو كل ده اتكلمنا عليه واحنا بنعمل سكيدول لو انتوا فاكرين، اللي هو دوت خلاص. اللي قلنا فيه ايه؟ اللي قلنا فيه ان انا باخد البارامتريك استيميشن ان انا ابتدي اقول والله اليونت دي كانت بتكلف 10 يبقى ال 10 يونت يكلفوا 100 خلاص، ده البارامتريك. البوتوم اب عكس التوب داون لو انتوا فاكرين، بتاخد من تحت لفوق. والثري بوينت استيميت لو انتوا فاكرينه اللي هو كان بتاع الجماعه اللي هو الراجل المتشائم والراجل المتفائل،
اللي هم قلنا الاوبتيميست اوبتيمستيك تمام زائد 4 موست لايكلي زائد زائد بيسميستيك على 6 ده في الكوست خلاص يطلع لك ال 3 بوينت استيميت خلاص. حد 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 يكتب لنا بقى المعادله كده اهو يكتب لنا بيسميستيك زائد 4 موست لايكلي زائد اوبتيمستيك على 6 اكتبها لكم ولا خلاص؟ اهم خلاص دي تاخدها تقسمها على 6 تطلع لك الايه 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 3 بوينت استيميت. طيب زي ما لسه كنت بقول لكم بقى هنجيب الاستيميتس بتاعتنا دي منين بقى؟ نجيب الداتا منين؟ قال لك والله عندك الريسورس كوست ريتس، ما انت عندك الريسورسز وعارف كل واحد والريت بتاعه بيكلفك كام. انت مثلا راجل هتعمل مشروع اي تي، فوالله ساعه الاي تي سي ب 70 جنيه خلاص، فهيجي يقول لك انا ساعتي ب 70 جنيه، طب هتشتغل كام ساعه يا جماعه الاي تي؟ والله البروجكت ده انا عايز كذا 100 ساعه، يبقى المشروع ده هيكلف كذا. ادي الريسورس ريتس خلاص كوست ريتس، او بقى كونستراكشن تجيب العماله والمعدات والقصه دي وتحسبها. او قال لك الكوميرشال داتا بيزز، فاكرين الداتا بيزز اللي اعطيناها لكم؟ كوميرشال داتا بيزز اللي قلنا لكم فيه بعض الاصدارات بتصدر بتكلفه الانشاءات. السهم ده خلينا نبقى نشوف هاو تو مينيمايز ات بس بعد المحاضره بصراحه. طيب اول هيستوريكال ايه؟ انفورميشن. خدت بالك اشتغلت مشروع في البلد دي قبل كده وانت ايه عارفها وعندك ايه داتا عنها. طيب او البروجكت ايه؟ فايلز. خلاص يعني ايه البروجكت فايلز بتاعتك؟ انت بعد ما بيمر بيك بشويه المشروع هيصبح عندك مثلا ان انت طب حاجه جديده او حاجه في الكوست نفسها، الداتا دي اجيبها منين؟ اجيب من الباست بروجكتس. تروح للباست بروجكتس بتاعتك تشوفهم كانوا بينفذوا البند ده بكام عشان ما تحطش تكلفه خياليه. ومن الليسون ليرنت الدوكيومنتس اللي هي بتاعت الشركه دي، في ليسون ليرنت تبتدي تدور ايه اللي غلط اللي وقعوا فيه وهكذا. وبعدين السبجكت ماتر اكسبيرتس معتمده على الايه؟ زي ما قلت لكم كده، واحد بيقدر بايه؟ بال والله كذا سرير، بالمتر بالكيلومتر في الطرق، بالكيلومتر في مشاريع المواسير الكبيره خلاص. طب انت عملت استيميتنج للريسورسز، طب كده خلاص كده خلصت؟ يقول لك لا، مش يمكن نسينا حاجه، طب مش يمكن في فاكتور ما خدناهوش، طب لا ده ممكن يحصل مشكله معينه احنا قلقانين منها في الريسك. قال لك بقول لك ايه، خلاص بقى اعمل احتياطي وخلاص. زي ما انت بتبقى عامل حسابك على اي حاجه هتعملها ب 100 جنيه تقول انا عامل بادجت 120، ليه؟ تقول لك يمكن حاجه تستجد خلاص. فده يدي لك حاجه اسمها ايه؟ الريزيرف اناليسيس خلاص. بتعمل ريزيرف بناء على انت بقى اللي عارف العوامل المحيطه بالمشروع، وانت خدت ايه في اعتبارك وما خدتش ايه في اعتبارك، خدت بالك؟ فبتحط كونتنجنسي خلاص كنسبه من ايه؟ من البادجت خلاص. وبنسمي القصه دي اللاونس تمام تمام. وبعدين بيتقسم الكونتنجنسي ريزيرف ده لحاجتين، لكونتنجنسي الكونتنجنسي ريزيرف في منه نوعين. نوع اسمه الكونتنجنسي ريزيرف والمانجمنت ريزيرف، عشان يدولك الاثنين بعد كده توتال ايه كونتنجنسي ريزيرف خلاص. بتدخلهم الاثنين مع بعض يدوك التوتال. الكونتنجنسي ريزيرف هل هو للريسك اللي حددناها ولا للريسك اللي ما حددناهاش؟ حد يجاوبني، حد لو حد كان قاري قبل كده او حد فاهم. انا بعمل كونتنجنسي ريزيرف لريسك تم تحديدها ولا لريسك لسه ما اعرفش عنها حاجه؟ هتعرفوا الحته. يعني واحد بيقول لي هو الريسك ممكن ابقى حددتها،
هنعرف الحته دي في الايه، انا سبقت في الحته دي شويه، هنعرفها في الريسك مانجمنت. الكونتنجنسي ريزيرف هو الريسك تم تحديدها ولا الريسك لم تحدد؟ تم تحديدها اوبشن واحد، لم يتم تحديدها اوبشن اتنين، نختار عشان نلحق ننجز قبل الصلاه. طب انا احب اعرف بس مين اللي اختار اوبشن واحد. اوبشن واحد المهندس مولى والبشمهندس ليدو، الله ينور عليكم، اجابة صح. احنا قلنا ان التوتال كونتنجنسي ريزيرف بتتكون من كونتنجنسي ريزيرف ومن مانجمنت ريزيرف. الكونتنجنسي ريزيرف للريسك التي تم تحديدها، ايدنتيفايد ريسك. طب المانجمنت ريزيرف بتيجي بقى كده للناس الكبار يقول لك والله اصل مالكش انت فيها قرار، دي المانجمنت ريزيرف تتحط 5%، تتحط 2%، تتحط 3%، دي مش بتاعتك انت، بتعرض عليهم بقى الريسك بتاعتك، انا دي الحاجات اللي انا حددتها وفي شويه حاجات انا مش عارفها بقى، ده ممكن يحصل ويحصل بس مش عارف اعمل لها ايدنتيفيكيشن. خلاص، فيروحوا بتوع المانجمنت بقى الناس الكبار يقول لك خلاص يا ابني احنا كمانجمنت ريزيرف من عندنا زود لك على الكونتنجنس 2% 3%، يبقى اذا المانجمنت ريزيرف ما تنشهاش بقى. المانجمنت ريزيرف هو كونتنجنسي لريسك لم يتم ايه تحديدها. حد مش فاهم؟ محدش جاوب. طب حد فاهم؟ يعني لا فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب حد معانا ولا انتوا مشيتوا؟ يعني فاهمين؟ اعتبر واحد دي فاهمين؟ طب المهندس عصام فاهم الاثنين. طيب على فكرة معلش، احنا بنتك على حتت ممكن تبان لكم ان هي حتت يعني رفيعة وما فيش داعي نتكلم فيها كتير كده، بس يا جماعة لما هتيجوا تحلوا اسئلة هتكتشفوا ان الحتت الصغيرة دي هي مفتاح حل الاسئله، وان الكلام الكتير اللي موجود والدش الكتير اللي موجود ما مش غالبا ما انت مش ايه يعني مش هو ده التريكه اللي في الامتحان. طيب ناخد بقى الاستيميت كوست اهو سريعا كده زي ما اتعودنا، ادي الشكل بتاعه خلاص، واعذروني انا مش عارف كنا بنقدر نعمل تكبير للصوره بس مش عارف ليه الروم دي النهارده ما فيهاش الاوبشن ده، خلينا بقى اشوف ليه. الانبوتس بتاعتي اهم، الانبوتس بتاعتي قلنا هندخل سكوب بيز لاين، هندخل بروجكت سكيدول عشان احدد كل ده عشان اعمل استيميت للكوست، هدخل الهيومن ريسورس بلان، هدخل الريسك ريجستر والانتربرايز انفيرومنتال فاكتورز، وهدخل اورجانيزيشنال بروسيس اسيت. هبتدي اشتغل عليهم بقى، اقولهم تاني ولا خلاص؟ هيتقالوا تاني ما تقلقوش بس جايين. ابتدي اعمل بيهم ايه بقى؟ اخدهم على التولز والتكنيك اللي هم اكسبيرت جادجمنت واللي هم انالوجوس استيميتنج وبارامتريك استيميتنج وبوتوم اب استيميتنج وثري بوينت استيميت وريزيرف اناليسيز وكوست اوف كواليتي وبروجكت مانجمنت استيميتنج سوفت وير وفيندور بيد اناليسيز، دول ما تكلمنيش عليهم هنكلمكم عليهم حالا. هيطلعوا لكم اوت بوتس، يطلع لك الاكتيفيتي كوست استيميت ويطلع لك البيزس اوف استيميت ويطلع لك البروجكت ايه؟ حد يقول لي هيطلع لي حاجة كمان نتيجة ان احنا عملنا الكلام ده، هيحصل حاجة. لا بروجكت دوكيمنت ابديت، برافو المهندس ايهاب. واريحكم بقى واقول لكم على سر عشان ما تلخبطوش فيه، بنسبة اكتر من 90% اي حاجة فيها استيميت هتلاقي في الاوت بوتس بتاعها بروجكت دوكيمنتس ابديت، او هتلاقي ان انت رايح لواحده من الدوكيمنتس المهمه في المشروع بتعمل لها ابديت، اصل انت عملت استيميت يبقى هتطلع نتائج لحاجه وهتعمل اسامبشن يبقى لازم هتعمل ابديت لحاجه. تمام، بس يبقى الانبوتس بتاعتنا بقى ايه؟ هنقولهم تاني هم السكوب بيز لاين اللي هو قلنا عليه ايه بقى، اللي هو الايه، اللي هو البروجكت سكوب ستيتمنت والدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري هيدخل، ويدخل كمان البروجكت سكيدول عشان احدد الكوست بتاعتي.
ويجيني الهيومن ريسورس بلان عشان اعرف انا الهيومن ريسورسز بتاعتي اخبارها ايه، ويجيني الريسك ريجستر عشان تحدد مين الكونتنجنسي ريزيرف، وعشان تعرف كمان بتوع الناس بتوع المانجمنت ريزيرف يحددوا لك بقى بعد كده المانجمنت ريزيرف بناء على الريسك ريجستر، يقدروا يشوفوا الحاجات الان نون بقى اللي انتم مش عارفينها في الريسك. والانتربرايز انفايرمنتال فاكتور والاورجنايزيشنال بروسيس اسيت اظن حفظناهم من كتر ما قلناهم. طيب التولز والتكنيكس بقى، اكسبيرت جادجمنت بقت معروفه لينا مفيش حد ما يعرفهاش، الانالوجيس استيميتنج قلنا اللي هو بالايه تشابهي كده تناظري بالشبه، البارامتريك والله ايه الوحده تتكلف واحد العشر يتكلفوا عشرة بمنتهى البساطه، البوتوم اب ابتدي اعمل استيميت لكل اكتيفيتي من تحت وانت طالع وايه لغايه ما توصل لمستوى الايه دبليو بي اس يطلع لك بوتوم اب استيميتنج لحد ما توصل للمشروع. الثري بوينت استيميت هو مين؟ هو الاو زائد الاربعه ام زائد البي على 6، خلاص ده الثري بوينت استيميت الاوبتيمستيك بسيمستيك موست لايكلي. الريزيرف اناليسيس قلنا عليه ان انت بتحط اناليسيس ريزيرف للايه للتايم، ايه ده وانا هحط ريزيرف للتايم وانا شغال في الكوست؟ اه بتحط ريزيرف للتايم وللتايم بافرز وريزيرف للكوست بافرز، بتاخد من السكيدول تشوفه كان عامل البافر بتاعه قد ايه، خدت بالك عشان بيأثر معاك في الكوست، وتحط كوست بافر كمان. الكوست اوف كواليتي عرفنا ان البور كواليتي ممكن تكلفني كتير مش الهاي كواليتي اللي هي تكلفني كتير، وبعدين ما فيش حاجه اسمها هاي كواليتي عشان تبقوا عارفين، اما تيجوا توصلوا للكواليتي هتجد ان الكواليتي تتناسب مع الكلاينت ريكويرمنت وساتسفاكشن، وما تزودهاش عشان ما تبقاش عملت ايه جولد بليتنج لو انتوا فاكرين اديت الكلاينت حاجه ما طلبهاش، عملت له منتج بدقه الدقه المستخدمه مثلا في انتاج الصواريخ وهو المنتج ده في الاخر الفانكشن بتاعته مش دي، فيعني ما تمسكش في الكواليتي اكثر مما مطلوب. البروجكت مانجمنت استيميتنج سوفت ويرز لو فيكوا حد اشتغل بتمبرلاين او اشتغل بداتا بيزس هتلاقي ان انت ممكن تدخل البنود بتاعتك بتاعت المقايسه يطلع لك استيميتنج، ومش بس استيميتنج يطلع لك اكويبمنت ويطلع لك ريسورسز متحلله ويطلع لك جداول ليها لو حد اشتغل فيكوا بيها، ولو ما حدش اشتغل تقدروا انتوا نفسكوا تعملوا حاجه زي كده على فكره، او تشوفوا يعني الشركات اللي بتنتج وتاخد نسخة ديمو وتشتغل عليها كتمرين. يعني الفيندور بيد اناليسيز والله انت راجل بتحدد الكوست وانت كل حاجة هتعملها بايدك، قال لك لا ده ممكن اجيب سماول باطين، يبقى اذا هتطلع انفيتيشن تو بيد خلاص وهتبتدي تحلل الايه الاوفرز اللي هتجيلك، هيطلع لك من القصة دي هيطلع لك الاكتيفيتي كوست استيميت. طيب وبعدين تدينا الاستيميت كده بتاعك وما احناش عارفين جبت الداتا بتاعتك منين ولا جت من فين، لا تدينا البيزس اوف استيميت بتاعتك، تدينا الاسامبشنز بتاعتك، تدينا كل حاجه انت ايه استخدمتها عشان تجيب لنا الكوست دي. طيب واحنا قلنا الاستيميت هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي بروجكت دوكيمنتس ابديت اللي المهندس ايهاب جاوبنا عليها والراجل كان هايل ومختصر وقال لك البي دي يو على طول، الناس لما قريتها فكرت الايه البي دي يو بتاعت البي ام اي. طيب انا عايز اخد نفسي اخد الديترمن بادجت كده في عجاله عشان نبقى قفلنا الكوست، عشان يبقى المحاضره اللي جايه ان شاء الله عز وجل بنشتغل في حاجه من اخطر الحاجات في الامتحان الكواليتي. انتم مش هتخيلين الكواليتي في الامتحان بيجي عليها اسئله قد ايه والناس بتغلط فيها قد ايه. ديترمن بادجت هتدخل له البيزس اوف استيميت اللي هي خرجت منين؟ خرجت من الـ من الـ من الـ من الايه؟ من الكوست استيميت بتاعك. خلاص من الاستيميت بتاعك. والاكتيفيتي كوست استيميت وتطلع وتدخل له السكيب بوز لاين اهوت وتدخل له الريسورس كالندر وتدخل له الكونتراكتس بتاعتك. وتدخل له البروجكت سكيدول عشان تبتدي تترمن البادجت. احنا قلنا البادجت هو ايه؟ هو الكوست اللي حصل لها استيميشن ولكن اتحولت بعد كده بالايه بالابروفال الى بادجت. طب جت ازاي بقى؟ خلاص نيجي ناخدها ازاي. قال لك البروجكت فاندنج ريكويرمنتس خلاص تمام هتيجي هنا اهوت تقول لي انا عندي البروجكت
بيز كوست، تاخدها وتحط عليها الكوست بتاعت الريسك ريسبونس كوست. لما نيجي ناخد الكوست هتعرفوا ان في حاجة اسمها كوست ريسبونس. خلاص الكوست ريسبونس دي، ثانية واحدة نشوف اريث شيب، مش ظاهر لنا اريث شيب. ايوه اهو ادي ادي الكوست ريسبونس، الريسك ريسبونس كوست. قال لك لما بيحصل كوست هيتعمل لها انت ريسبونس معينه، ودي ليها تكلفه، فبتحطها على التكلفه الرئيسيه بتاعت المشروع اللي هي موجوده هنا. خدت بالك؟ والاثنين دول اهي، ادي الريسك ريسبونس كوست، تاخدهم دول. يبقى ده مين بقى؟ تحطهم يطلعوا لك الايه؟ البروجكت بادجت. البروجكت بادجت تروح تحط عليه الكونتنجنسي ريزيرف للنون ريسك اهي، وتحط عليه المانجمنت ريزيرف للانون ريسك، يروحوا مدينك الريزيرف على بعضه التوتال ريزيرف. تاخد الاثنين دول وتروح بيهم على فين؟ على البروجكت فاندنج. انت كده عملت ديتيرمين بادجت، انت كده خلصت البروسيس دي. حد فاهم؟ خلاص هنقف عشان الجمعة بالرياض. حاضر. ما انا ما نفسي، انا هنزل حالا اصلي الجمعة، بس خلاص انا كان نفسي بس الزملاء فوتنج على دي ونقفل المحاضرة. خلاص؟ دي أهم حاجة كنا عايزينكم توصل لكم. هيتبقى لنا كلمتين كده صغيرين على الكوست نقولهم في 5 دقايق في أول المحاضرة الجاية إن شاء الله. يلا الناس فوتنج كده اهوت. ايه فين بقية الناس؟ مشيوا. طيب احنا عندنا، طيب انا هقولها تاني بسرعة. بص يا جماعة، انا عايز احدد مين، عايز اجيب البروجكت فاندنج ريكويرمنتس. انا عايز في الفاندنج ريكويرمنتس بتاعتي للبروجكت ده هجيبها منين؟ هجيبها من البروجكت بادجت زائد الريزيرف. البروجكت بادجت عبارة عن ايه؟ عبارة عن البروجكت بيس كوست زائد حاجة بنسميها الريسك ريسبونس كوست. عندك ريسك بتقول لو حصل لي كذا هعمل كذا، خلاص بتحط الكوست دي معاك على الكوست الاساسيه عشان يدوك الايه؟ البروجكت بادجت. زائد بقى في الريزيرف اللي هو التوتال ريزيرف اللي انت بتجيبه منين؟ من الكونتنجنت ريزيرف للريسك المعلومه والمانجمنت ريزيرف للريسك الغير معلومه. الاثنين دول يتجمعوا اللي هم دول كده اهوت اهم، يروحوا يدوا لك الايه؟ الفاندنج اللي انت عايزه، البادجت اللي انت عايزه للمشروع كله. اتفهمت كده؟ عشان بس الصلاه، عشان هنقفل عشان صلاه الجمعه. وصلت يا شباب؟ خلاص اللي ما كانش فاهم يرد عليا المهندس عصام عشان نقفل. طيب انا هستأذنكم بس، انا بتابعوا الموقع لو سمحتم او صفحة الفيسبوك عشان محاضرة المرة اللي جاية، عشان انا شخصيا الاسبوع القادم هكون في سفر، هكون في مصر ان شاء الله. فهقول لكم عاد المحاضرة ان شاء الله، هنزله لكم ان شاء الله الفيسبوك. تحبوا هحاول اديها لكم يوم الاثنين، انا هسافر يوم الثلاث، فهنحاول محاضرة المرة الجاية اخليها لكم يوم الاثنين ان شاء الله عز وجل. خلاص او الثلاث قبل ما اسافر. تمام؟ فبس تابعونا على الموقع او على الفيسبوك بس، وهقول لكم لان انا شايف الايميلات ما بتوصلكوش. يلا جزاكم الله خير جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.